ينتقل فقط عن طريق الاتصال الجنسي، وكان في كلام على انه الاتصال الجنسي بين المثليين، هل هذا دقيق ولا الاتصال الجنسي عموما؟ الاتصال الجنسي عموما بينتقل عن طريقه، لان بيكون في تخالط في العشيه، ولكنه وجد انه برضو عن طريق الملامسه والرز ممكن ينتقل برضو، لكن استبعد انه بيبقى ينتشر زي الكورونا عن طريق الهواء. يعني معدلات الوفيات من الواضح انها مش كبيره، لكن هذا المرض قد يؤدي الى الوفاه؟ قد يؤدي الى الوفاه لو كان الجسم، غالبا الناس اللي بتصاب بالامراض دي بيكون عندهم فيروسات اخرى ممكن تسبب الوفاه مع الاصابه بجدري الخروج. في الكورونا كنا عندنا حاجات محددة، تباعد، ماسك، فاكسين، في حاجات معينة، ولو جالك المرض بتعمل 1 2 3 4. في مرض المونكي بوكس ايه الاجراءات علشان نحمي نفسنا؟ الاجراءات ان الانسان اللي يكون عليه الاعراض المرض سواء كانت سخونية او البثور في الجلد زي اي فيروس بيسبب هذا الشيء لازم يمنع التخالط معهم، الممارسة الجنسية الآمنة، كل الحاجات اللي ممكن تمنع العدوى للأمراض الفيروسية بتقي من الخروج. للأسف هو ملوش فاكسين الآن، ما تعملوش فاكسين، بس غالبا ممكن إيجاده في وقت قريب جدا إن شاء الله. اذا يعني بس حضرتك قلت لي ان هو بينتقل ممكن مش بس الاتصال الجنسي، عن طريق الرذاذ وعن طريق يعني قول لي بينتقل ازاي بالظبط؟ لو واحد سخن وبيكح منه وعنده بثور ظاهره عنده، التلامس مع الافرازات بتاعته ممكن انها تنقل المرض الى البني ادم الاخر. فالناس تتوخى انها تتلامس مع حد مريض واضح عليه اعراض الاصابه بالمرض ده، لو كان في وجهه او في اليدين او كلام زي كده، وغالبا دولت بيكونوا مايجرانت، يعني ناس بتنتقل من دوله الى اخرى ما بقاش حوالينا. الحمد لله يعني مصر نوعا ما الى الان امنه من هذا المرض ان شاء الله. بس يعني طبعا احنا ما نقدرش نقول ان احنا يعني موضوع الحدود دي خلاص، الامراض بتنتقل عن طريق السفر، بتنتقل عن طرق مختلفه، فما بتقدرش ان انت تقول ان انت خالي من المرض تماما، لانك ممكن في لحظه من اللحظات يجيلك. بالظبط، لكن هو الحاجه المميزه يا استاذه لميس انه بينتقل عند الإنسان المصاب بارتفاع درجة الحرارة واضح عنه.